السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አዳዲስ እስላማዊ ዳዋዎች ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ Subscribe ያድርጉ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته እንደሚታወቀው በዚህ ፕሮግራም የሰሃቦችን የህይወት ታሪክ የምናይበት ፕሮግራም ነው جعفر ابن ابي طالب النا بالبيتو اسماء بحبشه مدر لاي منم كفو نغر ساغاطماچو بسلام ترغاغتو ل 10 عامت ياهل حبشه لاي قيو وفي السنه السابعه للهجره غادر بلاد الحبشه مع نفر من المسلمين متجهين الى يثرب بزتننياو በሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ጃዕፈርና ባለቤቱ ከተወሰኑ ሰሃቦች ጋር ሆነው የሐበሻ ምድርን ለቀው ወደ መዲና ጉዞ ጀመሩ فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد ان فتحها الله له ጃዕፈርና ባለቤቱ መዲና እንደደረሱ ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኸይበር ዘመቻ ተሳትፈው ኸይበርን ከፍተው ወደ መዲና ሲመለሱ ተገናኙ ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا ነብያችንም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጃዕፈር ወደ መዲና በመምጣቱ ከጃዕፈር ጋር በመገናኘታቸው اجيك بطام تدستو حتى قال ما ادري بايهما انا اشد فرحا ابي فتح خيبر ام بقدوم جعفر نبياتنا عليه الصلاه والسلام بجعفر ممطات كمدستاتو يتنسى منالو بمانኛው لدستان كجعفر غار بمجنانيتي لدست وينس دغمو خيبر بمكفته لدست በየትኛው ልደሰት አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወለም ተኩን ፈርሐቱ المسلمين عامه والفقراء منهم خاصه بعوده جعفر باقل من فرحه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ነቢያችን የተደሰቱትን ያህል ሌሎቹ ሙስሊሞቹ ባጠቃላይ በተለይም ደግሞ ደሃዎቹ በጣም ተደሰቱ በጃዕፈር መመለስ ለምን ቢባል فلقد كان جعفر شديد الحدب على الضعفاء جعفر ابن ابي طالب ለደካሞች ለተቸገሩ ሰዎች ለደሃዎች በጣም አዛኝ ነበር كثير البر بهم حتى انه كان يلقب بابي المساكين جعفر لدهاوش كما زنو يتنسى لدكاموش كمرداتو يتنسى من بمالت يطروت نبر ابو المساكين يمسكينوش ابات بمالت يطروت نبر سلازي مسلموش باطقا لاي بجعفر مملس بجعفر ممطات سيدسته بتليم دغمو دهاوچو يبلط بطام تدسته اخبر عنه ابو هريره فقال كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر ابن ابي طالب يهنن بتملكته ابو هريره رضي الله عنه سيناغرو سله جعفر من يلالو جعفر لنيا للمسكينوت ملكام سو نبر يلالو فقد كان يمضي بنا الى بيته فيطعمنا ما يكون عنده كل جزم بيته يزون يهده يا بلا نبر حتى اذا نفد طعامه اخرج لنا العكه التي يوضع فيها السمن حتى بيته انكم مغب بيعطى من يسطن نبر يلالو عكه يسطن نبر يعني ቅቤ የሚያስቀምጡበት የቅቤ ማስቀመጫ እቃቸውን ያንን አውጥተው ይሰጡናል ወለይሰ فيها شيء
ባዶ ሆኖ እሱ فنشقها ونلعق ما علق بداخلها እኛም ያንን የቅቤ ቅል እንቀደውና እጃችንን ጣታችንን ያስገባን ያንን ቅቤ እየላስን እንበላ ነበር ይሄን ያህል ለሚስኪኖች ለደሃዎች የሚያዝን ነበር ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ኢላሉ አቡ ሁረይራ رضي الله عنهما لم يطل مكث جعفر ابن ابي طالب في المدينه جعفر ابن ابي طالب مدينه لا بزو غزيم القيم ففي اوائل السنه الثامنه للهجره بسمنتنياو عامه هجره مجمر علي جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازله الروم في بلاد الشام ነቢያችን ዘመቻ ወታደር አዘጋጁ ቢላደ ሻም ሻም ሀገር ሮማውያኖችን ለመዋጋት ሰራዊት አዘጋጁ ወአመረ አለል ጀይሽ ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳ ለሰራዊቱ ደግሞ አለቃ አዛዥ አድርገው ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳን ሾሙት ዘይድ ኢብኑ ሐሪሳን ከሾሙ በኋላ ምን አሉ ወቃል ኢን ቁቲለ ዘይድ አው ኡሲባ هل امير جعفر بن ابي طالب زمچاو لاي زيد كتجدله وينم دمو كقوسله مرينتون جعفر يا زالو نبياچن عليه الصلاه والسلام فان قتل جعفر او اصيب فالامير عبد الله بن رواحه اندزيهم دمو جعفر كتجدله وينم دمو كقوسله أميرنتون عبد الله بن رواحة يياز فإن قتل عبد الله بن رواحة أو أصيب عبد الله بن رواحة كتجدل وين مدقمو كقسل فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم مسلموت يهون النال يميلوتن كما كاكلاتشو أمير راساتشو يمرتو والو نبياتنا عليه الصلاة والسلام إهن ممر أسدتنا ሰራዊቱ ወደ ሻም እንዲጓዝ ትእዛዝ ሰጡ ፈለማ وصل المسلمون الى مؤته مسلموت مؤته የሚባለው ቦታ ላይ ሲደርሱ وهي قريه واقعه على مشارف الشام في الاردن يوردانوس ውስጥ የምትገኝ አንዲት መንደር ናት እዛ ቦታ ላይ ሲደርሱ وجدوا ان الروم قد اعدوا لهم 100000 روماويانوت يازغاجوت سراويت 1000 سراويت ازغاجتو اغنوا تظاهرهم 100000 اخرى من نصارى العرب من قبائل لخم وجذام وفضاعه وقضاعه وغيرها ሌላ ደግሞ ሮማውያኖችን የሚረዱና የሚያግዙ 1000 ሰራዊት ሌላ ሰራዊት ደግሞ ተዘጋጅቷል ከየት ምን ነሳር العرب የዓረብ ነሳራዎች ከተለያዩ ጎሳ የተውጣጡ ለኽም ከሚባለው ጁዛም ቁዳዓና ሌሎችም ጎሳዎች እነሱን ለመርዳትና ሙስሊሞቹን ለመዋጋት እነሱም እንደዚሁ 100 ሰራዊት 100000 ሰራዊት አዘጋጅተዋል አማ ጀይሹል ሙስሊሚን የሙስሊሙ ሰራዊት ቁጥሩ ስንት ነበር ፈካነ 3000 3000 ሰራዊት ብቻ ነበር እነሱ 200000 ሰራዊት ይዘዋል የሙስሊሙ ሰራዊት ደግሞ 3000 ሰራዊት ብቻ ነበር ወማ ኢኒል ተቀል ጀማአን ወዳረት ራሐል ማዕረከቲ حتى خر زيد ابن حارثه صريعا مقبلا غير مدبر وداو طورنته تجمر يطور مريو زيد ابن حارثه وده على سيافغفغ ودفيت يمر ياله طلات اسن متاونا بطلات جموته زيد ابن حارثه تجدل رضي الله عنه وارضاه فما اسرع عوثب جعفر بن ابي طالب على ظهر فرس كانت له شقراء جعفر ابن ابي طالب
የዘይድን መውደቅ ሲያይ ሸቅራ የምትባል ፈረስ ነበረችውና ከሷ ላይ ዘሎ ወረደ። ثم عقرها بسيفه ከዛ በኋላ በሰይፉ ወጋት በሰይፉ መታት። حتى لا ينتفع بها الاعداء من بعده ለምንድነው ከሳቸው በኋላ ጠላት እንዳይጠቀምባት እሷን ገደሏትና ከፈረሳቸው ዘለው ከወረዱ በኋላ وحمل الرايه የሙስሊሞቹን የጦሩን ባንዲራ جعفر ابن ابي طالب በጃቸው ያዙ። واوغل في صفوف الروم በሩም ሰራዊት መካከል በሰይፋቸው ከፊታቸው የሚመጣውን እየመቱ መሃል ላይ ዘልቀው ገቡ። وهو ينشد እየገጠሙ ግጥም እየገጠሙ ወደ መሃል ገቡ። وظل يجول في صفوف الاعداء بسيفه ويصول حتى اصابته ضربه قطعت يمينه حتى اصابته ضربه قطعت يمينه كزيام طلعت محل جبتو بسيفاتشو طلعتن يمتو يالا قني جاچو تمتانا قني جاچو تقرط قني جاچو سيقرط نبياچن عليه الصلاه والسلام يسطاچو بانديرا مريت لا ينداي ودق فاخذ الرايه بشماله بانديراون بغرا اجو يازو فما لبث ان اصابته اخرى قطعت شماله እንደዚሁ ብዙም ሳይቆይ ደግሞ በግራጁ እንደያዘ ባንዲራውን ግራጁ ደግሞ ተመታ ግራጁ ተቆረጠ። فاخذ الرايه بصدره وعضده يا النبي باندرا يا مسلموش باندرا مريت لا ينداይወድقنا ለሽንፈት እንዳይጋለጡ አሁንም በተቆረጠው እጃቸው ያንን ባንዲራ በተቆረጠው ክርናቸው እቅፍ አድርገው ያዙት። فما الذيث عن اصابته ثالثه شطرته شطرين አሁንም ብዙ ሳይቆይ ሌላ ሰይፍ መጣና ለሁለት ሰውነቱን ሰነጠቀው። فاخذ الرايه منه عبد الله ابن رواحه ከዚያ በኋላ ያንን ባንዲራ ደግሞ جعفر ከተመታና ከሞተ በኋላ عبد الله ابن رواحه ያንን ባንዲራ ተቀበለ። فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبه السم يتجادل يتواغى ياواغى ساله دغمو مشرشا السم تجدل بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثه فحزن عليهم اشد الحزن كزيام نبياتنا عليه الصلاه والسلام ينزي تعالالك يطور مريوچاچو መገደላቸውን ሰሙ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ትንሽ ረፍት ወስደን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። በእያላችሁበት ሳትርቁ ቆዩ። ያ ረሱላህ ያ ሐቢብ አላህ ያ ረሱላህ ያ ሐቢብ አላህ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد نبياتنا عليه الصلاة والسلام يسوستم طور مري وچاچو مقدلاتشون جبريل عليه السلام متانا نقراتشو يهن من سيسمو نبي عليه الصلاة والسلام بتآم عزنو وستاتشو تقودا وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر ابن أبي طالب قطتا وديت هدو ودا أقوتاتشو لج ودا جعفر بيت هدو فألفى زوجته أسماء بنت عميس ودا جعفر بيت سهدو يجعفر بال بيت أسماءنا قنوات تتأهب لاستقبال زوجها الغائب
እሷ ደግሞ ባሏን ለመቀበል በዝግጅት ላይ ነበረች። فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم ባሏ ካሁን ይመጣል ያለች እየጠበቀች ተዘጋጅታ ሊጥ አብቅታ ልጆቿን ሰውነታቸውን አጥባ ቅባት ቀብታ ንጹህ ልብስ አዲስ ልብስ አልብሳ አባታችሁ ይመጣል ያለች እየተዘጋጀች ባለችበት ሰዓት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የመሞቱን ዜና ሊነግሩ ወደ ጃዕፈር ቤት መጡ። ቃለት አስማ አስማ ባለቤቱ የጃዕፈር ባለቤት ምን ትላለች? فلما اقبل علينا رسول الله رايت غلاله من الحزن توشح وجهه الكريم ودنيا بيت سمطو نبياتنا عليه الصلاه والسلام تنش بتاش سس يونه چرق فيتاچو لا يشفنوال فيتاچو دغمو يهازن سميت يتايباچو نبر فصارت المواخف في نفسي دزي كونو ساياچو وستي فرى وستي تشبر غير اني لم اشا ان اساله عن جعفر نجرجن سلا جعفر لما تيق الفلكم مخافه ان اسمع منه ما اكره يعني يمفراو نجر يمياسكفا نجر اندال سما بيه نبياتنا عليه الصلاه والسلام لما تيق الفلكم نبر فحيا وقال ከዚያም ነብያችን ቤት ገቡና ሰላምታ ቀረቡልኝና ኢእቲኒ ቢአውላዲ ጃዕፈር የጃዕፈር ልጅ አምጡልኝ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። فدعوتهم له ከዚያም ልጆቹን ጠራሁላቸው። فهبوا نحوه فرحين مزعودين واخذوا يتزاحمون عليه كل يريد ان يستأثر به ነብያችን ሲጠሯቸው ሁላቸውም ደስ ብሏቸው እየሮጡ ወደ ነብያችን ዘንድ መጡ። ከዛ ሁሉም ቀድሞ ነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለማቀፍ ቀድሞ ከነብዩ ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለመገናኘት እየተሽቀዳደሙ እየተጋፉ መጡ። ልጆቹ ከመጡ በኋላ ፈአከበ عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጆቹን ቅፍ አርገው ያዙና ልጆቹ ላይ ተደፉና ልጆቹን ያሸተቱ አይናቸው በእንባ አይናቸው ያነባ ያለቀሱ ልጆቹን መሳም ያዙ። فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما يبكيك ከዚያም እኔ ምን አልኳቸው አለች አስማ رضي الله عنها አንተ ያ አላህ መልእክተኛ ሆይ አባቴም እናቴም ፊዳ ይሁኑልዎትና ምንድነው የሚያስለቅሰዎት ብዬ ጠየቅኳቸው። أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء ስለ ጃዕፈርና ስለ ባልደረቦቹ የሰሙት ነገር አለ ብዬ ጠየቅኳቸው። قال نعم لقد استشهد هذا اليوم ከዚያም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉኛለች? አዎ ዛሬ ሁለቱም ተሰውተዋል፣ ሁለቱም ተገለዋል፣ ሶስቱም ተገለዋል ብለው ነገሩኝ። عند ذلك غابت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا امهم تبكي وتنشج እነዚያ ልጆች ነብዩን በማየታቸው ሲፈነጥዙ የነበሩት ልጆች እናታቸው ይሄንን ሰምታ ስታለቅስ ሁላቸውም ደንግጠው በእያሉበት ቆሙ። وجمدوا في اماكنهم كان على رؤوسهم الطير ባሉበት ደርቀው ቆሙ። ልክ ራሳቸው ላይ በራሪ ወፍ እንዳረፈበት اما رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا دغمو فمضى وهو يكفكف عبراته ويقول اللهم اخلف جعفرا في ولده اللهم اخلف جعفرا في اهله
ከዚያም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንባቸውን እየጠረጉ ለጃዕፈር ዱዓ አደረጉ። ለጃዕፈርና ለቤተሰቡ ዱዓ አደረጉ። አላህ ሆይ ለጃዕፈር ልጆች የተሻለ ተካቸው፣ ለጃዕፈር ቤተሰቦች የተሻለ ተካቸው ያሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንባቸውን እየጠረጉ ዱዓ አደረጉ። ከዚያ መጨረሻ ምን አሉ? ለቀድ ረአይቱ ጃዕፈረን ፊል ጀነህ፣ በእርግጥ አሁን ጃዕፈርን በጀነት ውስጥ አየሁት አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ለሁ ጀናሃኒ ሙደረጃኒ ቢዲማ፣ ሁለት ክንፎች በደም የተነከሩ ሁለት ክንፎች ኖሮት በጀነት ላይ ጠዋፍ ሲያደርግ በጀነት ላይ ሲዞር ተመለከትኩት አሉ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጃዕፈር ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳህ። ኢንሻአላሁ ተዓላ በቀጣይ የታላቁን ሰሓቢ የሙዓዝ ኢብኑ ጀበልን የህይወት ታሪክ የምናይ ይሆናል። ወሐታ ዛሊኩም ልሒን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አዳዲስ እስላማዊ ዳዕዋዎች፣ ወቅታዊ መረጃዎች እንዲሁም የተለያዩ እስላማዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ የደውል ምልክቱንም ይጫኑ።